كل القصص كانت مروعة ومؤلمة، لكن هناك قصص باقية في ذهني لا أستطيع نسيانها. إنه امرأة كانت متزوجة جديدة تقريبا سنة من زواجها، قتلوا زوجها أمام عينها، وبعدين أخذوها إلى مناطق اللي كانت تحت سيطرة داعش، تم بيعها أكثر من 30 مرة. مرات كثيرة كنت أروح للمخيمات وأشوف هناك نساء طبعاً جالسات في الظلمة ودا تبكي، يعني كنت أحاول أنه أخفف المعاناة، لكن أنا نفسي ما كنت أعرف كيف أتعامل وياها. بالبداية كان ألاقي صعوبة كيف أتعامل وياهم، لأن بصراحة الوضعية كانت صعبة جداً بالنسبة للناجيات. المنظمة الوحيدة التي تمتلك طبيب نفسي في سنجار هي منظمتنا، فالحالات اللي تحتاج علاج نفسي يتم إحالتها من قبل بعض المنظمات الموجودة في سنجار إلى منظمة صناع الأمل، إلى مراكز صناع الأمل. هناك الكثير أيضا من الدورات، دورات تدريبية، مثلا دورات الإسعافات الأولية، دورات محو الأمية. بس پشتی ساعت ما في سنترين من سنتر ناسكرين ما ات سنتر ده ناسكرين عملي متسوى قبره ما دور غالق برن ما نينو قابر ما كمبيتر بر ما بيزيد بر ما دور نشاط بر پنج روش بون دور نينو قدانه ما نوهانا كي حقا مثلا اس احتمال دو ما نبسخو اس مشروع كي خدينم مثلا اس دور نينو قابد ما كتشكا واسمح لك خدينم سالوني. المرأة اليزيدية خاصة والمرأة وبالأخص المرأة الشنغالية أثبتت أنه هي مرأة قوية تتحدى كل المصاعب. الكثير من الناجيات أصبحوا ناشطات دوليات ينقلون معاناتهم إلى كافة أنحاء الدول.